النتائج اللي تحصلنا عليها حتى اليوم. الرحيم نرحبوا بضيوف الكرام تحت الدار وين الشباب راهي متواجده معنا اليوم ثاني. اليوم رانا متواجدين بولاية قسنطينة، واللقاء هذا خاص ربع ولايات اللي هي قسنطينة، ميلا، أم البواغي وخجلة. كل الولايات راح تكون عندها مرافقة تقنية، يعني كل فلاحين راح يكونوا معاهم متواجدين إطارات المعاهد، إطارات تاع السي سي ال اس، إطارات تاع المصالح الفلاحية، إذا والغرف الفلاحية، يعني من هذه الناحية ما يكونش إن شاء الله مشكل. وحنا ركزنا على ولايه الشرق لان فيه تهبط تاع امطار سنوي اللي يسمح لهم، وكل توت لي كونديسيون سون فافورابل باش نديروا هذا البرنامج، والمساحه تزيد تكون يعني كثروا في المساحه لانتاج السلزم الزيتي.